يا صباح الفل، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. مش قلتلكوا انا الفترة اللي جاية مركزة لكم قوي في قناة الفلوجز دي؟ انا مش هسيبكم، انا مش هسيبكم، يعني انا عايزة اعوضكم كل الفترة اللي انا وقفت فيها فلوجز. بس انا غصب عني انا وقفت فلوجز بسبب الكاميرا، يعني انا الكاميرا فعليا التانية البروفيشنال كانت متقلة عليا قوي ان انا اصور لكم فلوجز. كنت حاسة لا، الموضوع تقيل والكاميرا تقيلة وكل شوية لازم اغير المود، لان المود اللي انا بصور بيه غير المود بتاع الفلوجز، والاضاءة كانت مصعبة عليا الموضوع. لكن الكاميرا القمر حبيبة قلبي دي، الموضوع بيمشي كده يا جماعة كده. المهم يا جماعة، النهاردة 10/5، النهاردة عيد ميلاد ديدي. المفروض النهاردة أنا عندي شغل، فمش هينفع خالص ننزل لما أخلص شغلي. فهخلص شغلي المفروض يكون فيها درجة من المدرسة، أخدهم أخرجهم بمناسبة عيد ميلاد ديدي، وننزل نجيب لها هدية لعبة. فإكسايتد جدا إن أنا أشوف هجيب لها هدية إيه أو لعبة إيه، ونوديها الألعاب هي وفهد طبعا عشان التفرقة، لأن هو لو لقى اليوم كله خاص بديالة بس يعني بيغير للأسف، بيغير يعني مهما كان كبير برضو بيغير. وخدوا وحطوا في بالكم أو في الاعتبار الموضوع ده، كملوا اليوم معانا. بصراحة مش عارفة لسه حوديهم فين، يعني لسه مقررتش، بس كل ده يتوقف على إن فهد يرجع من المدرسة. تعالوا بقى نشوف الديدي القمر اللي عيد ميلادها النهاردة. ديدي ديدي يا ديدي، هاي. تحب المراية جدا وبتقعد تبص لنفسها وبتبقى فاكرة ان هي بتلعب حد تاني غيرها، يعني بالظبط كده، بالظبط كده، هي فاكرة انها بتلعب حد تاني، هي مش متخيلة ان ده هي، لا هو في حد تاني. هاي هاي مامي، هاي. هابي بيرثداي تو يو، من الصبح واحنا مصدعينا. هابي بيرثداي تو، اوكي ملهاش مزاج. انت القطرة بتاعتي، بصوا النوتس بتاعتي عملت فيها ايه في الارض. يلا خلينا نشوف يومنا هيمشي ازاي دلوقتي، اخدها اغير لها وكده وتفوق، ونشوف اليوم هيمشي ازاي. الاقبال كان تاريخي على الميك اب لوك اللي انا كنت عاملاه ساعه الفوتو سيشن بتاع ديالا، وان شاء الله هصوره لكم على قناه الميك اب وانزله لكم. وهنزل لكم دلوقتي الفيديو اللي انا عملته لديالا، نزلته يعني يوم عيد ميلادها، او الريل اللي نزلت على الانستجرام، لان انا مقدره جدا ان في بنات كتير ما عندهمش انستجرام او مش حابين ان هم ينزلوه. فهنزل لكم الفيديو هنا، بس هشيل الاغنيه عشان كوبي رايتس وكده، فهشيل الاغنيه واحط لكم عليها ميوزك. لكن الناس اللي عندها اوريدي انستغرام تقدري تضغطي على اللينك اللي هحطه لك تحت، هيوديكي على الفيديو على طول. وبس كده حبايبي، ان شاء الله في اقرب وقت اصور لكم الميك اب لوك اللي انا كنت عاملاه ساعه عيد ميلاد ديالا. قبل ما انسى انا استخدمت ايه، لان انا فعليا ناسيه اغلب المنتجات اللي انا استخدمتها، بس ايت اوكي ان شاء الله هفتكر. وبس كده قوم بقى. انا عموما فطرت الصبح بدري انا ومحمد، فطرنا الحمد لله وشربنا القهوه، بس ده ما يمنعش بقهوه كمان، وخلي البانيك اتاك ياخد راحته براحته خالص. عارفين انا واصله لمرحله في البانيك اتاك يا جماعه، انه بقى ما بيجيلي بقى عادي عادي، عارفين اقول لنفسي عادي عندي بانيك هيروح كمان شويه مفيش اي مشكله. والله العظيم انا امبارح كان عندي بانيك قبل ما انام، قلت ده ايه بقى الهم ده، بقى انا لسه هقعد بقى وقلق وبتاع نامي، فرحت واخده بعضي ونايمه مع اني نايمه ببانيك، بس في 60 دقيقه خلاص. عارفين اللي هو وصلت لمرحله ان انا بقيت مصاحباه، اللي هو هاي ايه ده ايه ده انت جاي النهارده، طب سلام عليكم انا داخله انام، عارفين كده. تعالي نفتح الستارة ننور الشقة. مش عارف ايه اللي بيخبط كده، ده محتاجين نغير صح؟ صح؟
يلا بينا نغير. معلش 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 حرب حرب بقى عشان نغير الدايبرز. حرب حرب. وير از تيتي؟ وير از تيتي؟ بيكابو. وير از تيتي؟ وير از تيتي؟ I see you. Olek in horses and Olek is men. Couldn't but hunt it together again. Five little ducks swim one day over the hill. I'm far away. Mama ducks say quack 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 quack. It's only two little ducks came back. Down kidda. Okay. Take the brush. ايدو سويني بس سويني بس ايوه كده الناحيه الثانيه. جماعه انا فعليا اما بغلى بنهج عارفين كده والشعر اتبهدل وبصوا يا لهوي يا لهوي يا لهوي. وبعدين وبعدين بتزعل قوي من كلمه وبعدين دي. بقول لها وبعدين بتزعل قوي. اوكي حبايبي اتس تايم فور ديالا بريكفاست. ديالا ما بتحبش البيض، يعني مين طفل في الدنيا بيحب البيض اصلا يعني. فبعمل لها زي توستايه كده وعليها لبنه وبحطها لها شويه في الفرير بحيث تحمص شويه، مش قوي تحمص شويه لان هي ما بتحبش الاكل الطري، فتحمص بس شويه بقطع لها معاها خياره وهو ده الفطار بتاعها. فيلا نعمله. طبعا انا بديها الاول العيش او العيش اللي عليه جبنه تاكله الاول، ما بديهاش مع الخيار لان انا لو اديت لها الخيار مش هتاكل العيش اصلا، بالذات ان هي لو في مرحله تسنين هتدور على الحاجات الساقعه اللي تقطم عليها لكن مش هتاكل الاكل العادي اللي احنا بنديه. سو اوكي ديبورا نو بروبلم. ديبورا بتوتي عشان انا بصور. المهم فبديها الاول العيش تاكله، واما تزهق شويه ان تاكلها لقمتين ثلاثه بعد كده بروح مدياها الخيار كانه بعد الاكل. ايه تاني يا دعاء في موضوع الاكل ده؟ ما بغصبش عليها خالص، لا كده الدنيا ضلمه قوي. استنى اوكي كده ده احسن. ما بغصبش عليها خالص في موضوع الاكل اللي لازم تخلص الاكل كله، فكره ان هي بس ضاقت من الاكل او مسكته بايديها ده في حد ذاته انجاز. فما تجبروش ولادكم ان هم ياكلوا الطبق كله وان يخلصوا الاكل كله، وان هم ممكن يجي عليهم ايام ياكلوا فتفوته ممكن ما ياكلوش خالص. المهم ان انتوا ما تبطلوش فكره ان انتوا تسيبوهم يعكوا وياكلوا بايديهم. وفعليا انا حاسه ان انا نجحت في الموضوع ده مع ديالة عن فهد. فهد كنت بخاف على السجاد قوي، عارفين اول ما هتبطلي تخافي على السجاد ابنك هياكل كويس جدا. انا بطلت اخاف على السجاد يتبقع يتبهدل، مع ان سجادي كله بيج في اوف وايت فكله فاتح، بس بطلت اخاف على السجاد. قلت ليه حل هيتغسل مع الوقت هيتغير، لكن طبع ابني مش هيتغير. فهد بيكي جدا، مش اي اكل بياكله، اغلب الاكل ما بياكلوش، ما بياكلش الجبن. بجد الموضوع معاه كارثي وصعب جدا، لكن ديالا الحمد لله حسيت ان انا عرفت اعمل فيها الموضوع ده. اه ساعات تمسك البطيخ تهرسه في السجاده، بتمسك العنب بتعمله في السجاده، كل حاجه بترميها. ممكن اخرج الاقي رامي العيش كله في الارض دلوقتي عادي جدا، بس
اتعلمت تمسك الاكل ومتبقاش قرفانه منه. انا فهد اما بيمسك تفاحه بيبقى عايز يرجعها من كتر ما هو قرفان من ملمسها وهي بالنسبه له حاجه غريبه. فانتوا بطلوا تخافوا على السجاد وسيبوا اولادكم يعملوا اللي هم عايزينه، هتلاقوهم بياكلوا وما تجبرهمش على الاكل. ارموا الاكل قدامهم وسيبوهم هم هيلفوا لفتهم ويرجعوا ياكلوا. من الحاجات المهمه برضو في موضوع الاكل ان الاكل يكون متقطع قطع صغيره، يعني ما تدلوش ساندوتش، ما تدلوش اكل عباره عن بيس، تمام؟ ادوله اكل مفرفت متقطع سبيشال زي العيش الفينو والحاجات دي كلها، البقسومات الحاجات دي ادوها لهم صغيره عشان يعرفوا يمسكوها. وكمان الخيار مثلا لو الاكل هيبقى تخين او الملمس بتاعه شويه ناشف زي الخيار زي الجزر ادوه لهم بطول الصباع كده. لكن لو اكل مثلا زي البطيخ مثلا فقطعوه لهم بيس صغيره. في اكل ينفع يتقطع بيس صغيره واكل ينفع يتقطع بيس طويله عشان يقدروا يمسكوها. المهم ان اللين قوي بلاش يتقطع بيس كبيره، لكن الحاجات اللي ماسكه نفسها شويه او صلبه شويه قطعوها قطع طويله. طبعا انا ما عنديش خبره فظيعه في الموضوع، يعني مش انا الشخص اللي يديكم نصيحه خالص في موضوع الاطفال ده، بس انا جربت مع فهد جربت مع الدالة وفعليا هي الجملة دي. بطلوا تخافوا على البيت هتلاقوا الولاد بياكلوا، بطلوا تخافوا ان هم يبهدلوا ان هم يوسخوا. انا ديالة بعمل لها مكرونة بقلب جامد بتعك وتاكل وفاهمين بيبقى كل اللي حوالينا لونه احمر من المكرونة بس بتحبها، بسيبها تاخد راحتها فيها. الحاجة الوحيدة اللي مش قادرة اعود ايدي عليها او مش عارفة ان هي تمسك تونز، ان هي تمسك معلقة او تمسك شوكة او تاكل جوه طبق. موضوع تاكل جوه طبق ده كارثي بالنسبه لها، بتروح ماسكه الطبق على طول مع انه بتلزق على الترابيزه، تفضل تشد وتفكه. اكسكيوز طبعا الصوت، تفضل تشد وتفكه لغايه ما توقعه من على الترابيزه. هي عايزه الاكل يكون قدامها على التيبل زي ما انا وريت لكم. وبس كده المفروض ان ده الوقت بقى بتاعي ان انا اقعد مع نفسي بقى اعمل لي كوبايه قهوه، اقعد كده افكر هشتغل ايه اعمل ايه على ما هي تفطر. طبعا انا حاطه مكنه القهوه بتاعتي في الاستوديو لان مكان القهوه اما بيتحط في المطبخ دهون المطبخ كلها بتتراكم عليه، وده حوار في حد ذاته. ثواني اثبت الكاميرا. موضوع ان انا اسيبها في المطبخ ده مستحيل، لان انا مش عايزه المكنه بتاعتي تبوظ او يبقى عليها دهون والكلام ده كله. ده نوع القهوه الجديد اللي انا جربته. خليني افتح لكم نور، الاضاءه هاديه قوي. اعتقد كده تمام. ده تعاون ما بين ستاربكس ونسبريسو، يعني هي ستاربكس بس باي نسبريسو، ودي فانيلا. انا اول مره اجرب الفانيلا، يعني انا جربت من عندهم الكراميل طلعت رائعه، وجربت الهوليداي بلند اللي هي الحمراء دي ليميتد اديشن، هي ساعات بتبقى موجوده وساعات مش موجوده. والكولومبيا جربتها برضو حلوه جدا. فتعالوا ندوق الفانيلا ونشوفها عامله ازاي. طبعا كبسولات نسبريسو بقى سعرها مبالغ فيه جدا. نهار ابيض، نسيت احط الكوبايه، لحقت القهوه، نسيت احط الكوبايه ودوست على الزرار. انتوا متخيلين العبط اللي انا فيه؟ عايزه اتشرب بسرعه. متخيلين يا جماعه؟ انا اقسم بالله دماغي في اللالا لاند، دماغي في اللالا لاند. الكبسولات بتاعت نسبريسو بقت مبالغ فيها جدا جدا جدا. ده الكبسولات العاديه. الكبسولات بقى اللي بفليفرز اغلى واغلى، اللي هو فيه ايه والله. وانا مقدره جدا، يعني يمكن كنت الاول متمرده على الوضع وقلت ايه ده، لا الكبسولات غليت انا مش هشتري تاني من نسبريسو، بس ده طبيعي، ده طبيعي بعد كميه التعويمات الكتير اللي بتحصل دي. فطبيعي جدا ان سعر الحاجه يبقى يزيد الضعف. ليه؟ لان مثلا إيه، انا كنت بجيب الكبسولات ب10 مثلا، فجي ال10 جنيه دول قيمتهم بقت النص، بقت 5 جنيه. هما لسه الكبسولات ب10 زي ما هما، بس انا اللي قيمة الفلوس بتاعتي قلت، فاهمين؟ فلو مثلا بيتباع بره ب5 دولار وال5 دولار بيجيبوا 10 جنيه مثلا، يعني ده مثال، ده في الاحلام بس، مثلا يعني 5 دولار ب10 جنيه، هو بره لسه 5 دولار زي ما هي، بس عندنا بقت ب20 لان قيمه الجنيه نزلت عندنا النص يعني. فدلوقتي استوعبت، انا دلوقتي فهمت ان ده طبيعي جدا ان هم كانوا يعلوا السعر. طب انا عماله اكلمكم ونص وشي مش باين اساسا، بس اتس اوكي، استحملوني استحملوني. بقول لكم فتحت المكنه ودوست على الزرار وانا مش حاطه الكوبايه، اللي هو انا مستنيه القهوه تنزل فين. جايه يا ماما جايه. يعني بصوا، ده طبيعي جدا، ده طبيعي جدا. ترجعوا مكانه، ده طبيعي جدا. بصوا هي تقريبا كده كلت نص الكميه، وده حاجه لذيذه جدا طبعا، كتر خير الدنيا يعني، تمام؟ فما نخصبش بقى على اللي باقيين دول، احنا بس بنحطهم قدامها وبنحط لها الخيار، تمام؟ خد واحده كمان اهي.
تمام، هتبدأ تاكله وتقطمه وترميه في الارض ونصه هيترمي، مفيش اي مشكلة، مش بالاتنين يا روحي، هي واحدة بس كفاية. تمام، عادي سيبوهم يعكوا ويبهدلوا ورجعوا لمهم يا جماعة، مش حوار يعني. تمام، بس سيبوهم ياخدوا راحتهم في الاكل. هروح بقى اجيب اللابتوب واقعد برا اشتغل شوية على ما هي تخلص خالص وتزهق، تكون ديبورا خلصت البيت تقعد معاها وانا اكمل الشغل بتاعي. وكده كده يعني عندي حاجات بسيطة النهاردة، يعني ما عنديش شغل اللي هو شغل، بس اخلص الحاجات البسيطة اللي عندي دي عشان اخدهم النهاردة وانزل اخرجهم. انا عارفة ان انا هيتهان كرامتي بس لازم. اوكي خلاص، خلصت المونتاج اللي ورايا، خلصت وديدي قاعده بتفطر، والمفروض الفيديو بعمله ابلود دلوقتي. يا ربي ساعتين النت هيجلطني اقسم بالله. المهم زي ما قلت لكم ان كان الميك اب لوك بتاع الفوتو سيشن بتاع ديالا كان اكتر حاجه ريكويستد، فانا هصور لكم ميك اب توتوريال لل الميك اب لوك ده. فالمفروض اقوم دلوقتي احط السيت اب واصور. انا كده كده عندي داتا للانستجرام، يعني مش الفتره الجايه هنزل صور، ف يعني مش عايزه داتا للانستجرام دلوقتي، بس عايزه اعمل داتا لليوتيوب، فهصور الميك اب لوك ده دلوقتي. فخلينا يلا نقوم نحط السيت اب بتاعنا ونحضر المنتجات يعني اللي انا استخدمتها في الميك اب لوك ده عشان اريكرييت الميك اب لوك معاكم على القناه الثانيه بتاعه الميك اب. فلو انتي ما تعرفينيش او اول حاجه جيتي عليا قناه الفلوجز، انا عندي قناه تانية بعمل فيها ميك اب توتوريالز وبنعمل فيها ستايلنج وانبوكسنج الحاجات من عند شي ان، فهحط لك لينك القناه تحت في الديسكربشن بوكس، وده شكلها. اوكي فيلا خلينا نحضر مع بعض. اوكي حبايبي، طبعا لسه ما نزلتش والساعه دلوقتي 4 وانا عدى بتاع ساعتين ولا حاجه، تفهموش ايه اللي جرالي. غسلت وشي وعملت سكين كير، المفروض كنت لسه هلبس، لقيت نفسي مش قادره ومدروخه، فروحت مرميه على السرير نايمه ساعه. الساعه دي بقى فرقت معايا جدا، انا اصلا ما بحبش النوم بتاع الظهر ده، بس بجد الساعه دي فرقت معايا وخلتني قادره ان انا انزل. المهم لبست كده اللي هو البنطلون اسمه ايه ده، الكارجو جينز اللي هو المفروض باجي على ايامنا يعني، ولبست عليه توب كده اسود، ولبست الطرحه والكاب دي. الصراحه بقى عاجبني قوي الستايل ده مؤخرا، كنت لبسته مره والبنات قالوا لي شكله حلو قوي على الانستجرام، فعشان كده حابه ان انا البسه تاني. طبعا مش هنزل بكميه الاحمر مش طبيعيه دي، انا بس بخلي التنتي بيك شويه وبعد كده بشيله يعني. المهم يلا خلينا ننزل. طبعا انا يعني لسه مروقه الاستوديو من يومين، ولا كاني روقته اصلا، بقى زباله بقى زباله. انا ببص له دلوقتي وعماله اقول في ايه، ما كانوش يومين تصوير يعني. المهم يلا خليني انزل، مش هاخد طبعا الكاميرا معايا لان انتوا عارفين الرولز بتاعه المولات، فلو في اي حاجه هصورها لكم بالموبايل. يا حبايبي جينا كايرو فيستيفال ومحمد جالنا، خلص الشغل ونطلع نتغدى مع بعض في ايكيا، وبعد كده ننزل بقى نشوف هنعمل ايه ونروح نجيب هدية جديدة والكلام ده كله. هاي خالد، عامل ايه؟
مسقط راجع من الشغل وشقيان، هنتغدى وبعد كده نروح نلاعب ديدي زي ما عملنا ساعه عيد ميلاد فعلا، وبعد كده نروح نجيب لها هديه عيد ميلاد. يلا يلا يا صباح الفل، تاني يوم من الفلوج. مش عارفه الفلوج ده هيخلص امتى، بس امبارح انا صورت لكم مقتطفات كده صغيره عشان بيقولوا ان كتر التصوير بيقتل الاستمتاع، يعني طول ما انا ماشيه اصور واوثق كل لحظه انا مش هستمتع، انا مش هنبسط لاني هكون مركزه بس في اني اصور. فعشان كده كنت بصور حاجات طفيفه قوي، وفي المجمل كنا بننبسط اكتر. يعني احنا رحنا كلنا لعبنا، انا ومحمد وديبورا وديالا وفهد كلنا كنا بنلعب، فعشان كده صورت حاجات بسيطه قوي لان فعليا احنا كنا بنستمتع. وفي الاغلب الفتره الاخيره انا بقيت بعمل كده، بنزل انا وصحابي وبشوف بلوجرز، وقابلت مره مها وميار في رمضان ونزلنا وبنزل وبقابل ناس، وممكن اخد الكاميرا معايا في كل ده، بس انا ببقى ساعات عايزه انبسط. فاهمين الفكره؟ يعني ما ببقاش عايزه ابقى كير على التصوير لان انا مش نازله اعمل كونتنت قد ما نازله انبسط، اقضي وقت حلو، اجويفل زي ما بيقولوا. ففعليا التصوير يا جماعه بيقتل الاستمتاع، والفتره الاخيره انا بقيت افضل اكتر ان انا استمتع على اني اصور. فالفلوج هيبقى اغلبه انا وقليل حاجات بره، فمش عارفه ده هيبسطكم ولا لا، بس انا بقيت احس ان انا كده بستمتع، انا كده بعرف اخرج الخروجه واقعد اكل على كيفي من غير ما اقعد اصور ديتيلز. مش معنى كده ان انا مش هصور لكم ديتيلز لو خرجت او رحت او اتغديت بره او مش عارفه ايه، بس في اوقات كده بحس اني لا انا عايزه انبسط، وسبيشال الوقت اللي انا بقضيه مع عيلتي بحس ان لا انا عايزه انبسط، عايزه اقضي اكبر وقت معاهم. النهارده اعتقد اليوم مش هيبقى فيه تفاصيل، يعني اعتقد ان انا النهارده بس هروق الاستوديو وهقعد اعمل مونتاج للشغل اللي انا اشتغلته امبارح، فممكن يعني يبقى في تفاصيل عبيطه قوي كده النهارده. وفي احتماليه ان بكره الجمعه ان اراد ربنا ننزل نتغدى بره مع صحابنا، فاحتماليه مش اكيد، يعني هما لسه ما اكدناش مع بعض، بس محمد هياكد عليا النهارده كنا هننزل معاهم ولا لا. فخلينا نرجع، لو هننزل معاهم بكره فالفلوج هيكمل لبكره، لو مش هننزل معاهم بكره يبقى الفلوج هيخلص النهارده. اروح افطر انا بقى، طلبت سندوتشات فول وطعميه من عند جاد، وطلبت ستاربكس عشان اشرب اي شيكن وايت موكا عشان بالي يبقى حلو كده، ونعمل مونتاج زي الفل النهارده ان شاء الله. دي الهديه بتاعت محمد، بصوا حلوه قوي عجبتها قوي الصراحه. ودي الهديه بتاعتي، جبت لها ميني دي، بتحب عموما شخصية ميني دي جدا، جبت لها دي كمان كيوت قوي. وفهد جاب لها الداكيز دول عشان وهي بتستحمى تحطهم معاها في الشاور، عشان هي بتموت في البط برضو، بتموت في الداكيز بطريقة مش طبيعية، فجاب لها الفور داكيز دول عشان وهي بتاخد الشاور يعموا معاها، وجايبهم لها بمصروف وهو اللي دافع فعليا. The next day. يا صباح الفل، اليوم الثاني. امبارح انا مصورت لكمش اي حاجه لان فعليا اليوم كله كان على اللابتوب، انا طول اليوم كنت قاعده على اللابتوب ما بعملش اي حاجه غير اني بعمل مونتاج لفيديوهات او حاجات انا صورتها. المهم النهارده الجمعه، فاحنا هننزل هنروح نجيب فطار كالعاده، نجيب سندوتشات وكده ونجيب قهوه، وفي شويه حاجات صغيره كده ناقصه من السوبر ماركت حد ياخدها، وبعد كده نرجع عشان احنا عندنا غدا الساعه 5 تقريبا او 6 خارجين مع صحابنا. فيلا خلينا نشوف اليوم هيمشي ازاي. استنوا خلوني اطفي النور. لابسه بتاع كده سويتشيرت لونه احمر، خليني اوريكم انا لابسه ايه بغض النظر عن هدومي اللي ورا دي. لابسه سويتشيرت كده لونه احمر، بحب اقول سويتشيرت ده في النزول السريع، وجينز وسليبر صيف بقى وحلويات والكلام ده كله، وعامله مانيكير لونه لبني والسليبر لونه لبني والبنطلون لونه لبني، والضوافر جايبها من عند شي ام برضو لونها فيه لبني، شايفه الفوكس ماله اوكي اهي، شكلهم حلو قوي.
تليفوني وبيرن. ثواني ثواني. خير، مين بيتصل على الصبح؟ اي فعلا نكد عليا الصبح، عارفين اللي هو ايه، انا محتاسه مع دياله وبغير لها هدومها وهي عماله تعيط، ولقيته بيقول لي ماما انا عايزه افطر، فبقول له ثواني يا فهد احنا بنلبس وهننزل نفطر. يرد عليا يقول لي ايه، يقول لي لا مش قادر مش هقدر استنى. اللي هو ايه، جالي صدمه كده فاهمين. يلا اعملها تاني، يلا اعملها تاني بعد. وريني يلا. يلا I love you yes or no. ورينا بيعمل زي بصمه كده، بتقول له كان بيكذب ولا لا. هتقول بقى انت بتحبني ولا مش بتحبني. You tell the truth. خليني انا اعمله بقى، هات كده. انا دلوقتي زعلانه منك، هنشوف بقى هو هيقول truth ولا لا. المهم انا عايز ماي. استنى بس، انا دلوقتي زعلانه، مش عارفه بقى هما هيقولوا ايه. شفت ده تروس، لان انا فعلا زعلانه. ايوه زعلانه عشان انت ضايقتني الصبح. مش احنا قلنا بلاش الحركات دي كده، لازم ارمي نفسي. ترمي نفسك؟ اه. لا ده في بقى كلام تاني. طب انا هاخد بقى التليفون ده. هاي ماما. هاي ديالا. بص 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 بتسوق. بص بص الضوافر شكلها خطير ازاي، حلوين قوي. اوكي حبايبي، اخيرا رجعنا البيت، فطرنا وشربنا قهوه وعديت على كارفور اشتريت حاجات للبيت، وضفر من الضوافر وقعوا حسدتهم تقريبا وبس كده، ورجعنا البيت. المفروض بقى هقعد دلوقتي اشتغل شويه على اللابتوب عشان عندي شغل متاخر وعايزه اخلصه في الويك اند ده عشان استارت الويك اند الجديد بشغل تاني خالص، واقفل بقى الشغل اللي عندي ده، فعايزه اقعد اخلصه بسرعه على اللابتوب، يعني مش عايزه يبقى حاجه فيها مونتاج عشان اصور من اول الاسبوع على طول. بصوا انا هسيبكم دلوقتي واجي لكم اما نيجي نجهز عشان ننزل، عشان احنا نازلين مع صحابنا نتغدى بره ونشوفهم. يا ربنا احنا بقالنا كتير قوي ما شفناهمش، يعني كتير كتير، يعني داخلين في 6-7 شهور ما شفناهمش. دول كانوا معانا هناك في الامارات وهم نزلوا هنا مصر، ومن بعد ما نزلوا شفناهم، وبعد كده بقالنا كتير جدا ما شفناهمش. طبعا هم مشغولين واحنا مشغولين، وهم مدارس واحنا مدارس، فبقى صعب قوي ان احنا نشوف بعض. بس تقريبا هم خلصوا مدارسهم واحنا كمان نفس الحاجه، فاخيرا هننزل نشوفهم. وقررنا كده برضو ننزل نتغدى في نيشان تاشي. انا المطعم ده بتغدى فيه كتير جدا من كتر ما انا بحبه بجد، يعني يمكن كمان بقيت مؤخرا بحب الفطار عندهم، بس الغدا برضو يعني so delicious. فهننزل نتغدى هناك، هما كمان بيحبوه واحنا كمان بنحبه جدا، فهنتغدى هناك. وبس مش عايزه اقعد ارغي كتير، هسيبكم واجي لكم واحنا بنجهز مع بعض. اوكي حبايبي خلاص جهزت، حطيت ميك اب كده بنيات ولبستك بينك خفيف، ولبست زي قميص كده بغض النظر عن المثل اللي ورا، لان انا بجد هما وطروني بطريقه مش طبيعيه. فلبست كده الفستان ده، فستان ايه ده، قميص يا جماعه واسع، بس لبست عليه الحزام ده كنت جايباه من سنتين من عند شي ان، ولبست شنطه سودا وبنطلون اسود وبس كده. حاسه الاوتفيت شكله حلو قوي يا جماعه. يلا خلينا ننزل بقى لان احنا متاخرين جدا جدا جدا. نسيت اصور امبارح. مش عارفه فلوج ايه ده يا جماعه، اللي عمال اخد لكم يوم وحته من يوم وحته من يوم. بس زي ما قلت لكم التصوير بقى بالنسبه لي بيقتل الاستمتاع، يعني ما حاسه ان انا ما بستمتعش طول ما انا قاعده ليل ونهار بصور. وفعليا امبارح فعلا ما كانش في اي حاجه، احنا وصلنا المطعم اتغدينا وروحنا، يعني هي الخروجه كانت يعني فاهمين اللي هو يعني ما عملناش حاجه، اتغدينا ومشينا، فما كانش في اي حاجه تتصور وما كانش في اي تفاصيل في اليوم الصراحه. انا كنت المفروض اقعد دلوقتي اعمل مونتاج، حتى فاتحه اللابتوب اهو، بس بعد كده افتكرت ان انا ما قفلتش معاكم الفيديو، يعني
فمعلش سامحوني سامحوني. ان شاء الله الفلوج الجاي يبقى فيه تنطيط ونزول ومش عارفه ايه، لان الفلوج الجاي ان شاء الله عندي مشوار مهم جدا 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 جدا، يعني ده مشوار بعمله تقريبا كل شهر. فجس ايه هو المشوار، اكتبوا تحت في الكومنتس ايه هو المشوار اللي انا بعمله كل اسبوع، كل اسبوع اي كل شهر. وبس كده حبايبي، انا جيت عشان اقفل معاكم الفلوج عشان ما بقاش قللت الذوق ان انا حطيت لكم كلام ان انا نسيت اصور، لا انا داخله اقول لكم يا جماعه انا نسيت اصور، انا سقطت اصور، فمعلش سامحوني واعوضها لكم الفلوج الجاي ان شاء الله. بحبكم قد الدنيا، ما تنسوش ان انتوا تعملوا لي فولو على انستجرام، هحط لكم انستجرام هنا، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.